مشاهدينا الكرام، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة للتوصل بأحدث الأخبار الوطنية والدولية. في خبر جديد، شهدت قمة كوريا الجنوبية إفريقيا حدثا لافتا عندما تم استبعاد ممثلي عصابة البوليساريو الجزائرية من المشاركة. وفي مشهد يعكس التحولات الجيوسياسية في المنطقة، ظهر وزير الخارجية المغربية ناصر بوريطة في الصف الأول خلال القمة، بينما تم وضع نظيره الجزائري أحمد عطاف في الصف الأخير بجانب ممثلة جنوب إفريقيا. وتواجد بوريطة في الصف الأول يعكس الدعم الدبلوماسي الذي يحظى به المغرب، ويشير إلى الدور الفعال الذي يلعبه في تعزيز العلاقات بين إفريقيا وآسيا. في المقابل، وضع عطاف في الصف الأخير يبرز العزلة التي تواجهها السياسة الخارجية الجزائرية في بعض المحافل الدولية. القمة التي عقدت بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي بين كوريا الجنوبية والدول الإفريقية شهدت العديد من النقاشات حول تعزيز التنمية المستدامة والاستثمارات المشتركة. ومع ذلك، كانت التحركات الدبلوماسية والرموز السياسية الحاضرة في القمة موضوع اهتمام كبير، حيث عكست ديناميكيات القوى والتحالفات في المنطقة. وتستمر العلاقات المغربية الجزائرية في التأثير بالتوترات السياسية والنزاعات الإقليمية، ومع ذلك يبقى الحوار والتعاون الإقليمي ضروريا لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة في المنطقة. نشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.